أهلنا السريين الأراميين نحن ندعيكم لأنكم تضلكم متمسكين بأرضكم، تضلكم بجزوركم. جزوركم هي باللغة، هي بالحياة بالأرض يلي هي منبت حضرتكم، وهي منبت الأنبياء والرسل والديانات السماوية، وهي المكان يلي بدنا نتحلى بالإيمان تنقدر نصمد ونبقى. أنا بدعيكم تحافظوا على لغتكم، بدعيكم تكونوا هوية مثلنا نحن بلبنان. نحن وإنتوا عم نواجه نفس الشيء، اضطهاد بكل أشكاله، الجسدي مرق علينا وتخطيناه، والسياسي مرق علينا وتخطيناه. علينا أنه نتحلى بالإيمان ونبقى صامدين بأرضنا، وهذا الشيء الوحيد اللي بخلصنا بعيدنا إلى زاد. وإلى اللقاء إن شاء الله معكم على أرض لبنان، على أرض المشرق، وبفرحة اللقاء منأكد الحياة هناك والبقاء فيها.